أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل هنا في تمام الآية التي قبلها التي ذكرناها: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال: إلا رحمة من ربك. إخوان الكرام، إذا استحضرنا النعمة التي منحنا الله إياها وهي الإيمان والعلم بالقرآن، وأن هذا من رحمة الله، والله إن هذا لمن أعظم دلالات الشكر بإذن الله من العبد لربه ومعرفة الحقيقة حقيقة الإنسان. إخوان الكرام، أعظم رحمة ترحم إياها وأعظم أنواع الرحمة ومن الله عز وجل عليك ورحمته لك بتعليم القرآن. أعظم نعمة عليك هي تعليم القرآن، أعظم من خلقك وأعظم من غناك وأعظم من كل نعمة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان. لم يقل خلق الإنسان علم القرآن، علمه القرآن. ولاحظوا هذا من التقديم الذي ذكرت لكم أنه قدم الأهم على المهم من حيث السياق والدلالة عليه. الرحمن، اسم الرحمن، ثم ذكر في هذه السورة امتنان الله عز وجل على العباد بآلائه المتنوعة في الدنيا والآخرة، وافتتحها بتعليم القرآن. أرأيتم كيف نعمة القرآن أيها الإخوة حينما يمنح الإنسان هذه النعمة؟ نسأل الله أن يمنحنا وإياكم نعمة تعليم القرآن وتعلمه والهداية به. قال الله هنا في هذه الآية معنا: إلا رحمة من ربك، يعني لولا رحمة الله ما كنت شيء. كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: وما كنت وما نعم قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى، أي ضالا بغير وحي وبغير رسالة، ليس ضالا بشرك، لا حاشا وكلا، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم، لكنه ضالا بغير رسالة، ثم هداه الله بهذه الرسالة، فما أعظمها من هداية. قال الله: إن فضله كان عليك كبيرا. هذه الآية تدل دلالة واضحة على مقصد السورة، وهو أن بهذا القرآن يؤتى الإنسان فضلا كبيرا. بهذا القرآن يؤتى الإنسان فضلا كبيرا، لأنه قال: إن فضله كان عليك كبيرا. والسياق في الحديث عن القرآن كأنه قال: سيؤتيك الله بسبب هذا القرآن فضلا كبيرا، وإن فضله عليك بهذا القرآن فضلا كبيرا، بما منحك به من خصوصيتك به وما سيمنحك به من الفضل، كما قال الله تعالى أيضا في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لأن سياق سورة الضحى كلها في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي صابه من الهم والغم ما لم يصبه في شيء آخر، فأنزل الله تعالى عليه سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم انتقل الحديث أيها الإخوة في الآيات في تحدي هؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لاحظ الآية فيها تحدي يعني قوي جدا وجازم. قل لئن اجتمعت اجتماع الإنس والجن، ولم يقول لئن اجتمعوا، قال الإنس والجن، فأظهر اسمهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ومؤيدا، ليس هناك سبيل إلى ذلك. ثم قال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. هنا قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وفي الآية الأولى في هذه السورة قال ولقد صرفناه، ولقد صرفنا في هذا القرآن، ما قال للناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. لماذا ذكر الناس هنا؟ لأن الخطاب هناك متوجه ابتداء لقريش، لكن هنا الخطاب متوجه عموما، لأن الحديث عن القرآن في كماله وتحدي العالم به، كأن الله تعالى يقول أن هذا القرآن لن يناله أحد ولن يصل إلى مرتبته أحد مهما كان من الناس أجمعين ومن الإنس والجن. فهذا من أقوى آيات التحدي في القرآن الكريم ومن دلائل كمال هذا القرآن الكريم. ولهذا قال تعالى هنا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قال من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، مع أن الله تعالى جعل هذا القرآن قرآنا عالميا. وهذه الآية من دلائل الدالة على أن هذا القرآن عالميا، لأنه قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ويؤكد أن هذا القرآن مناسب في لكل زمان ومكان. قال من كل مثل، ما مناسبة هذا؟ مناسبة هذا يظهر الله تعالى أعلم هو أن الحديث فيه تعريض باليهود، كأنهم قالوا وبالمشركين، لكن اليهود قالوا التوراة أنزلها الله فيها تفصيل لكل شيء فلنا بها غنية، فبين الله عز وجل أن هذا القرآن أعظم من التوراة، لأن هذا القرآن أنسب للناس في العصر الذي نزل فيه، وأنه رسالة عالمية، التوراة رسالة لبني إسرائيل، وأن هذا القرآن فيه من كل مثل، فهو رسالة عالمية لكل الناس في كل شيء. فهل اتخذ المسلمون هذا القرآن رسالة لهم في كل شيء؟ الله المستعان. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هذه الآيات عاد السياق فيها إلى محاجة أهل الكتاب المشركين ومجادلتهم وسعيهم إلى الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع نفر من قريش، منهم أبو جهل، ومنهم النضر بن حارث، ومنهم عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، ومنهم أبو سفيان وغيرهم، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعوه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، لعلهم أن يسمعوا منه ويستجيبوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمانهم وهدايتهم. فساوموه على دعوته فأبى، ليس له إلا هذا الطريق، فتحدوه، فقالوا كل واحد منهم قال قولا، قال بعضهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني ينبع ماء، تعجيز، والله تعالى قادر على ذلك. فسألوا بضع عددا من الآيات، ثم قالوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، لم يقولوا اجعل لنا جنة، كأنهم يعني من تعجيزهم قالوا اجعل لك أنت جنة لنرى أنك قادر تجعل لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي تجعلها مصدرا للأنهار.
تتفجر منها ليسقي الناس منها، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قالوا كما زعمت، أين ورد هذا؟ في كتاب الله عز وجل، في سورة الطور، في قوله تعالى، إيش الآية؟ إيش؟ ما سمعت. أو وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فهم يقولوا استهزاء وسخرية وتعجيزا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله، أعوذ بالله، وتعالى الله تعالى عما يقولون، والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أي من ذهب مزخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني تنزل علينا كتابا جملة واحدة، فتأتي به جملة واحدة، وهذا كله مناسب، وسيكون له ردود في آخر السورة، له مناسبة ردهم عليها. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني هو رد عليهم بقوله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لأن سؤالهم هنا ليس سؤال طلب صادق بإيمانهم، لو أتاهم أتتهم هذه الآيات لآمنوا، وإنما هو سؤال تعجيز ورد للرسالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه قل سبحان ربي، تنزه عن هذا يعني هذا الأسلوب منكم بالتعجيز والتحدي لا للإيمان، هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، يعني كأن الله تعالى يقول أنهم لو جاءتهم الآيات لن يؤمنوا. لماذا؟ لأن حجتهم ليست بالآيات أو بعدم وجود الآيات، الآيات أمامهم، لكن حجتهم في الإنكار أن الله كيف يبعث بشر رسولا مثلهم. ثم رد عليهم هذه الحجة بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. كيف قال مطمئنين؟ ما فائدة قوله مطمئنين؟ يعني كأنه قال لو كانت الأرض يسكنها أهلها ملائكة، قوله مطمئنين يعني بمعنى أنهم متمكنين في الأرض، هم أهل الأرض، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فكل نرسل عليه من جنسه. قل كفى بالله شهيد بيني وبين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا رد مفحم لهم، لا حاجة إلى التفصيل، بيني وبينكم الله وأنتم تعلمون ذلك. فيشهد الله تعالى بيني وبينكم، يشهد أني رسول الله، ويشهد أنكم كاذبون مكذبون. قال الله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتدي، يعني إذا أراد الله بكم خيرا هداكم، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي من يضله الله تعالى فليس له بعد الله ولي ونصير. ثم ذكر حالهم وخزيهم في الآخرة فقال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لماذا كان هذا عذابهم؟ لأنهم كانوا في الدنيا عميا عن الحق وبكما عنه وصما عنه، فكان عقابهم في الآخرة أنهم عمي على يحشرهم الله على وجوههم التي منعتهم من الإيمان بزعمهم الشرف والمكانة والسيادة، فيذلهم الله تعالى ويخزيهم ويجعلهم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم عياذا بالله كلما خبت زدناهم سعيرا.
أعوذ بالله من النار وأهلها، كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني أن السعير سيلهبهم مرة بعد مرة. لكن هنا أشكال أورده بعضهم، قالوا أن النار لا تطفأ، فكيف قيل كلما خبت زدناهم سعيرا؟ واضح السؤال، يعني النار لا يمكن أن تطفأ، قودها الناس والحجارة. لكن قال هنا كلما خبت زدناهم سعيرا، فما الجواب؟ نعم يعني هنا قال مأواهم جهنم فتصلى بهم أو يصلونهم بالنار، فيكونوا بشوائهم عياذا بالله لهم لهب، فيخبت هذا اللهب حينما تحترق أجسادهم، ثم تعاد أجسادهم مرة أخرى فيعاد لها اللهب مرة أخرى. أما النار في أصلها فهي مشتعلة عليهم، لكن هم بلهب النار عليهم يحترقون، ثم يعيدهم الله تعالى مرة أخرى، ولهذا قال زدناهم سعيرا، فهي تزداد عليهم مرة بعد مرة، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا. هنا أجمل الله تعالى أسباب كفرهم واستحقاقهم العذاب بأمرين. الأمر الأول قال بأنهم كفروا بآياتنا، ثم الأمر الثاني قال وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهم يعذبون لأمرين، كفرهم بالله وبآيات الله، ويعذبون لإنكارهم للبعث والجزاء والحساب بقولهم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يؤكد أن الله سيبعثهم بعد موتهم وسيعذبهم. ثم قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. مناسبة هذه الآية في إظهار قدرة الله عليهم، بعد تهديدهم بالعذاب أراد أن يصور لهم قدرة الله عليهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هم يعرفون ذلك ويوقنون به، قادر على أن يخلق مثلهم بعد موتهم، وقادر على إحيائهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. مع إيمانهم ويقينهم بأن الله خالقهم وهو قادر عليهم، إلا أنهم ظلموا وجحدوا وكفروا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. هنا أراد أن يبين بخلهم وسوءتهم مع الكفر، ليسوا فقط هم كفار، بل انظروا إلى أخلاقهم وإلى أعمالهم وإلى أمرهم لو كان لهم من الأمر شيء في تصريف الأمور. قال قل لو أنتم تملكون خزائن، ليس فقط جزء من الأموال، خزائن رحمة ربي، مع أنها خزائن لا تنتهي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق عياذا بالله، يعني لن ينفقوا حتى وإن كان عندهم الخزائن. وهذا حال الكافر الذي لا يرجو أجرا ولا ثوابا ولا جزاء على إنفاقه. لماذا ينفق لو كانت عنده المليارات وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجزاء؟ لماذا ينفق؟ لن ينفق، سيمسك وسيبخل، إلا إذا أراد جاها أو منصبا أو نحو ذلك. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان بطبعه الإنساني إذا خلى عن الإيمان فإنه قتور بخيل، لأنه لا يرجو حسابا ولا جزاء. ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ما مناسبة هذه الجملة؟ هو هنا كل هذا رد عليهم، على المشركين، حينما
عاندوا وطلبوا الآيات، فقال الله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر هؤلاء حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل أو تسقط السماء علينا كسفا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا إلى آخر الآيات. فهذه كلها آيات سألوها تكذيبا، فقال الله تعالى تذكيرا لهؤلاء ببني إسرائيل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني اسأل بني إسرائيل عن هذه الآيات، بني إسرائيل حاضرين، هل جاءتكم هذه الآيات؟ سيقولون بلى. هل آمنتم؟ لم يؤمنوا، كفروا، كفر فرعون بها. فكأن الله تعالى يهدد هؤلاء أنه إن آتاتكم هذه الآيات فكذبتم بها فسيكون حالكم ومصيركم كحالها فرعون. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال أي موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، آيات مبصرة وواضحة وبينة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فرد عليه برد يثبت على أنه لا يريد الإيمان ولا يريد التصديق، وإنما هو يريد الجدال والإعجاز هو التعجيز. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي فرعون. فهذه الآية كما ذكرت لكم فيها تعريض بحال المشركين الذين أرادوا أن يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج، وهي أذن نكمل هذه، وهي أيضا دلالة على ما سيكون من حالهم وشأنهم. قال الله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. في هذا تهديد لقريش وتهديد لليهود الذين كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد من؟ من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. متى سكنوا الأرض؟ في عهد داود وسليمان وعيسى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وهذه الآية كما ذكرت لكم أنها تحتمل معين، المعنى الأول أنها دالة على مجيئهم في آخر الزمان واجتماعهم لموعدهم الذي وعد الله تعالى أن يقضي عليهم فيه، ولعله دال على ما يعيشونه في هذا الزمن من اجتماع، حيث أتوا لفيفا من كل مكان من دول العالم مختلفة ليوم أراده الله لهم وهو هلاكهم. وهذا من أمارات الساعة كما ذكرت لكم بصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني فإذا جاء وعد الآخرة أي القيامة جئنا بكم لفيفا، أي للحشر، والله تعالى أعلم. ثم انتقل الحديث إلى القرآن بإثبات صدقه ويقينه وإنزاله من الله، وبالحق أنزلناه. أين الضمير راجع لماذا؟ وبالحق أنزلناه. يؤكد أيها الأخوة أن السياق من أول السورة للقرآن ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس به ورفعتهم به وتمكينه وأثره. فقال هنا وبالحق أنزلناه، يعني أن هذا وعد ثابت. ومن المناسب أيها الأخوة أنه قال في قوله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أراد والله تعالى أعلم أن يؤكد ذلك فقال وبالحق هذا الوعد أنزلناه. فهو يحتمل معنيين، أي أن هذا الوعد حق أنزلناه من السماء بهذا القرآن، والمعنى الثاني أنه بالحق، أي القرآن أنزلناه بالحق، فهو مشتمل على الحق كله، والمعنيين لا تعارض بينهما. وبالحق
أنزلناه وبالحق نزل، أي نزل فهو نزوله حق وهو حق في مضمونه. فانظر إلى إعادة اللفظ مرتين للإثبات والتأكيد، يرسخ هذا في نفوس المؤمنين في حق كتابهم الذي أراد الله تعالى به شرفهم، أراد الله تعالى به شرفهم وأراد به عزهم وتمكينهم. أين هؤلاء من كتابهم؟ قال الله في إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هذه الآية هي مختصر المقصد السورة، بالحق أنزلناه بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تأكيد ويقين، فكأنها تختصر لنا مقصد السورة. وهنا فائدة هي أيها الإخوة أن مقصد السورة كثيرا ما يختصر في نهايتها، يعني هذه فائدة مهمة، أن مقصد السورة كثيرا ما يشار إليه صريحا في نهايتها، لأن نهاية السورة هو عبارة عن خلاصتها، خلاصة السورة كلها. فلينتبه القارئ إذا أراد استخلاص المقصد أن ينظر إلى فاتحة السورة واسمها ونزولها وخاتمتها وما تكرر فيها من الألفاظ. قال الله عز وجل وقرآنا، الحديث هنا عن القرآن، فلماذا صرحه ولم يقل وقد فرقناه؟ لاحظوا هذا الإعادة والإظهار للفظ القرآن لإثبات هذا القرآن بأن له الشأن، كأن الله تعالى يقول سيظهر هذا القرآن سيكون له البقاء لأنه نزل حقا وبالحق نزل، وما دام أنه نزل حقا وبالحق نزل فحق أن يكون له البقاء والظهور والتمكين والمستقبل. قرآنا فرقناه، أي فرقناه في نزوله لتقرأه على الناس على مكث بحسب الأحوال والمناسبات والوقائع. في القرآن هذا رد على ماذا؟ رد على قولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كانوا قالوا أتنا بكتاب واحد وانتهى الأمر. فقال الله عز وجل هنا وقرآنا فرقناه، أي على حسب الوقائع، لتقرأه على الناس على مكث حتى يعوه وينظر ما فيه من الهداية والوعظ والتذكير، فإن هذا أعظم لهم. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة على أن قراءة القرآن على مكث وتؤدة وتأن أعظم ما يبعث على الهداية به وفهمه والتبصر بما فيه. ولاحظوا أيها الإخوة أنه ختم أو جاءت هذه الآية في ختام السورة ليؤكد أن القرآن الذي أظهر الله شأنه وفضله وحقيقته يحتاج منا إلى أن نقرأه على مكث. ومن أعظم ما يبعث على الهداية بالقرآن والانتفاع بالقرآن القراءة على مكث على تؤدة، وهذا معنى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ونزلناه تنزيلا، لاحظ أن هنا تأكيد لقوله وبالحق أنزلناه، قال هنا ونزلناه تنزيلا، تأكيد ورد على قولهم قبل ذلك في قولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فهو تأكيد هنا أن الله أنزله، كأن هذا إشارة إلى أنهم أنكروا أن يكون منزلا من الله منجما، كانوا يقولون إذا كان من الله فلينزل مرة واحدة، لماذا ينزل منجما مفرقا؟ فهذا يدل على أنه لم ينزل من الله، لأن الله قادر إلى أن ينزله جملة واحدة، هذا في اعتقادهم. فبين الله حكمة نزوله مفرقا ثم بين أنه منزل من الله وإن كان مفرقا، فالله تعالى أراد ذلك بحكمته لمقصد عظيم. ثم
فاصلهم وأعلن الفراق بينه وبينهم، فقال قل آمنوا به أو لا تؤمن. بعد هذا البيان والتفصيل والتوضيح التام بشأن هذا القرآن قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يهم أمركم ما دام بينا لكم فالأمر أمركم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، هذه الآية يا إخوة فيها تعريض باليهود وبالمشركين، لكن باليهود أقرب لأنه قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، من هم؟ أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. من هم أولي العلم الذين من قبل؟ كورق بن نوفل وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من أسلم من أهل الكتاب. قال إن الذين أوتوا العلم، وهذا يؤكد أيها الإخوة أن العلم هو الذي يزيد الإنسان معرفة بكتاب الله عز وجل، وإذا يتلى على الإنسان بعلمه وتبصره بالقرآن يزيده علما وخشية. قال إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ما مناسبة هذا أيها الإخوة؟ مناسبته أن عظمة القرآن أيها الإخوة وما فيه من الهدى والخير وما فيه من الشفاء والرحمة وما فيه من الآيات المنزلة إذا نزل أو إذا تلقته النفوس المؤمنة العالمة المبصرة لا يكون من شأنها ولا يعني تستطيع إلا أن تخر خاشعة ذليلة صاغرة وباكية خاشية لله عز وجل. يخرون للأذقان، والأذقان هي مفصل لحيين، فكأنه إشارة إلى خفض رؤوسهم لهذا القرآن ومن أنزل من أنزله. فما أعظم هذا الخضوع أيها الإخوة حينما يعرف الإنسان قيمة القرآن، يخضع له ويذله. قال الله تعالى للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. سبحان ربنا حينما كفر هؤلاء وكذبوا بعد هذا البيان، كيف يكذبون وكيف يكفر الناس به وكيف يعرض من أعرض وهو قد عرف هذا القرآن وفضله ومنزلته؟ إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذا فيه إشارة إلى وعد الله عز وجل بماذا؟ بإظهار شأن القرآن وتمكينه وتمكين أهله، وهو إشارة إلى ما سيكون من شأن هذه الأمة من العز والتمكين بإذن الله تعالى. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون. هنا ذكر الله تعالى في الأول اعترافهم، وهنا في بيان خشوعهم وخضوعهم، فهو المعنى يظهر مقصدين، المقصد الأول اعترافهم بهذا القرآن تذلل وخضوعا له، والمعنى الثاني أنهم في أنفسهم خضوع وخشوع لله عز وجل وبكاء. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مع ربهم عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن القرآن إذا خالط النفوس المؤمنة زادها خشوعا وخضوعا وخشية لله تعالى. لهذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أنه يكون له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ما يختلط هذا القرآن إلا ويهز القلب بالموعظة والإيمان وما فيه من الوعد والوعيد، فلا يستطيع القلب المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان والهداية إلا أن يخضع ويخشع لهذا القرآن ولله تعالى. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما مناسبة هذه الآية يا إخوة؟ لاحظوا أنه فيه هنا يعني اختلاف في السياق، ليس السياق بالقرآن، فما مناسبتها؟ مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في ذكر في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يقوم بالقرآن ويدعو ربه عز وجل في صلاته كان يقول يا الله يا رحمن أو يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون انظروا
هو يدعو إلهين وهو يعارضنا في آلهتنا، كأنهم أرادوا أن يلمزوه ويحاولوا أن يبينوا أنه ليس على حق. فقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله واحد وله الأسماء الحسنى كلها سبحانه وتعالى، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى. إن كنتم مؤمنين بالله تعالى فهذه أسماؤه كلها وهي حسنى، دالة على وصف الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ما مناسبة هذا؟ يعني لا تجهر بصلاتك فيسخرون منك ويتخذون هذا الجهر سبباً في محاولة التشويش عليك. ولا تخافت بها أي لا تقصرها قصراً لا يسمعها أحد ممن يريد الهداية والإيمان. فمن يريد الهداية والإيمان إذا سمعها منك سيؤمن وسيهتدي. فالله تعالى بيّن له القراءة الصحيحة التي ليس فيها جهر وليس فيها خفوت، وهذا أدب من أداب القرآن حينما يصلي الإنسان لنفسه في أنه يكون صوته بين الخفض والرفع، إلا إذا كان هناك أحد يتأذى بقراءته فإنه يخفتها. قال الله تعالى: وابتغي بين ذلك سبيلا. هذا يدلنا على أدب من آداب قراءة كتاب الله عز وجل. ثم ختم السورة بقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما مناسبة ختام السورة بالحمد؟ افتتاحها بالتسبيح اختتامها بالحمد والتكبير، فما مناسبة ذلك؟ يعني السورة تظهر فضل الله على محمد بالتوحيد، فكأن وفضله بهذا القرآن الذي جل له الحق والذي ميزه بهذا القرآن وهذه الرسالة رسالة التوحيد، فكأنه في آخر الأمر يأمره بالحمد والثناء على الله وتنزيهه عما لا يليق به وعما زعمه هؤلاء المشركون وهؤلاء اليهود. فكأن نهاية الأمر بعد تمام النعمة، الإنسان إذا شعر بنعمة يحمد الله عز وجل، وهذا مثلها مثل سورة الضحى في قوله في آخر السورة بعد أن أظهر الله له منته عليه وأن الله سيعطيه بها فضلا كبيرا عطاء كثيرا، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فقال هنا: وقول الحمد لله الذي أنزل علي هذا القرآن وهداني به وحقق لي به التوحيد والهداية الكاملة، الذي لم يتخذ ولدا كما زعمتم أيها المشركون ولم يكن له شريك في الملك، فله الملك وحده سبحانه وتعالى، ولم يكن له ولي من الذل. ثم قال: وكبره تكبيرا. وفي قوله كبره تكبيرا إشارة إلى نصره، فإن التكبير مربوط بالنصر، كما ذكرت لكم أن هذه السورة تدل على نصرة هذه الأمة بهذا القرآن الكريم، ومثلها مثل سورة البقرة. لاحظوا أن سورة البقرة ختمها الله تعالى بقوله: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كأنهم لما استحضروا نعمة الله عليهم بهذه الشريعة وحملوها، قل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ختم الله دعاءهم بأننا سائرون للجهاد في سبيلك لتبليغ هذه الشريعة التي آمنا بها ونحن حاملها لتبليغها، فانصرنا على القوم الكافرين. فما أعظم هذا الختام أيها الإخوة، وما أعظم ما أن نستحضره ونستحضر نعمة الله علينا بهذا القرآن لننال به شرفاً وعزاً وتمكيناً ونصراً ورفعة في الدنيا والآخرة. وبهذا
ننتهي من هذه السورة، ننتهي من بيان هذه السورة التي أعطتنا أيها الإخوة فضلنا وما شرفنا الله تعالى به. نسأل الله أن يشرفنا بالقرآن وأن يزيدنا به عزا وتمكينا ونصرا، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.